السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الثانوية الأزلية. معكم ميسيو إيهاب الضبع، خبير ومشرف اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. يا ريت طلاب تالتة ثانوي ركزوا معايا جدا. النهاردة هنشرح قاعدة مهمة جدا، اللي هي قاعدة الباسي كومبوزي، الماضي المركب. قاعدة سهلة وبسيطة، وإن كان يتخيل البعض إنها صعبة، ولكنها بإذن الله سهلة. حضرتك ركز معايا. أول حاجة، في الأزمنة عموما لما تيجي تحل في الامتحان وتلاقي الاختيارات اللي هي بين الأقواس أفعال، أول حاجة تبص عليها حضرتك الكلمات الدالة. الكلمات إيه؟ الدالة، الكلمات اللي أنت عن طريقها هتعرف الزمن ده إيه. حضرتك هتلاقي كلمة إياغ إمبارح، أفونت إياغ أول إمبارح، كلمة باسي معناها الماضي أو اللي فات، دي صفة، عايز أقول الاثنين اللي فات، الثلاثة اللي فات. برضو كلمة ديرني معناها الماضي أو اللي فات. كلمة إليا بس لازم يجي بعدها فترة زمنية عشان يبقى معناها منذ، لأن احنا متعودين إن إليا معناها يوجد، ولكن لما أقول إليا مثلا إليا دي جوغ منذ يومين. بعد كده عندي بقى أي كلمة، أي سنة قديمة، أقول مثلا أو دوميل في سنة 2000 وهكذا. أول ما أشوف الكلمات دي كلها أعرف إن أنا في زمن الماضي الباسي كومبوزي. راح أعمل إيه؟ لازم أختار الفعل اللي بيتكون من جزئين. بيتكون من إيه؟ جزئين، بس لازم يكون الجزء الاولاني هو فيرب اتر او فيرب ايه؟ افوار. خد بالك، احنا خدنا قبل كده زمن بيتكون من جزئين، اللي هو الباسيك اللي هو زمن الفوتير بوش، المستقبل القريب، بس الجزء الاول فيه فيرب الي. انما هنا بيتكون من جزئين، الجزء الاول فيه هو فيرب اتر او فيرب ايه؟ افوار. يبقى لازم احفظ اول خطوه في الباسي كومبوزي، احفظ فيرب اتر وفيرب افوار في المضارع. خلاص، يبقى اذا لو انا عايز اقول امبارح انا سافرت، امبارح انا خرجت، امبارح انا ذهبت، امبارح اي حاجه، لازم اول حاجه اجيب فعل مساعد الاول اتر او ايه او افوار. بعد كده الفعل الاساسي اللي هو سافر او يذهب او قال، امبارح انا قلت، امبارح انا شهدت، امبارح انا قابلت، الفعل ده هجيب منه حاجه اسمها البارتيسيب باسيل، هي اسم ايه؟ المفعول. يبقى دي خطوات الباسي كومبوزي. اول حاجه فعل مساعد اللي هو اترا وافوار، تاني حاجه هجيب اسم المفعول من الفعل الاصلي اللي انا عايز احطه في الماضي، تالت حاجه دي اسمها التبعيه هنقول عليها دلوقتي. طب اول حاجه هتيجي انت السؤال اللي يتبادر الى ذهنك، هتقول لي طيب امبارح انا خرجت، خرجت ياخد الفعل المساعد اترا ولا افوار؟ امبارح انا شاهدت المباراه، هاخد اترا ولا افوار؟ قبل الفطار النهارده انا شفت مثلا ماتش محمد صلاح ومانشستر سيتي، ياخد اترا ولا افوار؟ اقول لك انا بقى، في عندك 14 فعل ومشتقاتها بياخدوا المساعد اتغ، يعني اتغ هو القليل، افوار هو الشامل، اتر بياخد عدد قليل قوي من الافعال، اللي هي الافعال 14 ومشتقاتها بتاخد اتر، بالاضافه للافعال اللي فيها سي بتاخد اتغ. اي فعل تاني بياخد ايه؟ افوار. يبقى اول حاجه اي فعل هلاقيه من دول، ايه هم دول يا شباب؟ الي يذهب، فينير ياتي، انتري يدخل، سورتير يخرج، أريفي يصل، بارتير يسافر أو يرحل، ناتغ يولد، مغير يموت، مونتي يصعد أو يركب، ديساندر ينزل، باسي بمعنى يمر، لأن في باسي بمعنى يقدم ياخد المساعد إيه؟ أفوار. باسي عشان ياخد المساعد أتغ لازم يكون معناه يمر. بعد كده عندي ريتورني يعود، ريستي يبقى أو يظل، تومبي يقع، ومشتقاتهم رونتغي، ريفينير، ديفينير. الافعال اللي اولها سي زي ايه؟ الافعال اللي اولها سي زي سيليفي، سيكوشي، سي باسي. يبقى اذا اي فعل هلاقيه من الافعال دي يا محمد راح اخد المساعد ايه؟ اتغ، المساعد ايه؟ اي فعل تاني غيرهم افوار، عايز اقول امبارح انا شفت الماتش ريجاردي، لا ياخد افوار. امبارح عايز تقول مثلا انا قابلت صاحبي را اللي هي ران كونتري، لا ياخد افوار. انا حكيت المباراه را كونتي، ياخد افوار. اي فعل غير دول هياخد المساعد ايه؟ افوار. يبقى ده اول خطوه عندي، لازم تعرف الفعل اللي عندك ياخد اتر ولا افوار. بس في ملحوظه عندي هنا مع المساعد، مع فيرب باسي. فيرب باسي يا شباب لو جيب معنى يمر هياخد المساعد اتر، لو جيب معنى يقضي هياخد المساعد ايه؟ افوار. هتقول لي اعرف منين؟ من خلال معناه في الجمله، من خلال معنى الفعل في الجمله، من خلال معنى الجمله عندك. بيقول لك انا قضيت سهره جميله، يبقى كده معناه يقضي، هياخد المساعد افوار. امبارح انا مريت عند بابا او عند ماما، يبقى ايه؟ مره، هياخد المساعد اتر. يبقى دي اول خطوه. طيب تاني خطوة عندي الفعل الأساسي راح أعمل منه إيه يا شباب؟ يعني أنت عايز تقول إمبارح أنا تكلمت في المباراة. الفعل الأساسي راح أجيب منه حاجة اسمها البارتيسيب باسي اللي هي اسم المفعول. اسم المفعول ده ملوش دعوة بإتر وأفوار، اسم المفعول ده حاجة ثابتة.
هعمل اسم مفعول ازاي من الفعل يا عبد الرحمن؟ عن طريق مجموعة الفعل. يعني لو فعل مجموعة أولى آخر أو أغ، بحذف الأغ وأضيف أقصى. يبقى تاني، لو فعل مجموعة أولى آخر أو أغ اللي هي إي آر، بحذف الأر وأضيف أقصى على الإي. لو فعل زي يعني بارلي يبقى بارلي كده. لو فعل مجموعة تانية زي فينير اللي هي المجموعة اللي آخرها إي أغ اللي هي أي آر، بحذف الأر وما أضيفش حاجة. خد بالك الشكل ده ثابت مع كل الضمائر، مع الجي مع التي مع الإيل مع الإل ما بيتغيرش، مع إتر مع أفوار ما بيتغيرش، مع إدغ مع أفوار إيه ما بيتغيرش. خلاص داكور ماشي. طيب أفعال المجموعة الثالثة اللي إحنا دايما أنتوا بتتضايقوا منها مالها بقى؟ دي أفعال الرجلية غير منتظمة، أحفظها. يعني دي صندق هيبقى دي صندي، ريبوندق هيبقى إيه؟ هيبقى ريبوندي. يعني انتبه قوي للأفعال دي، أفعال المجموعة الثالثة. خد بالك أفعال المجموعة الثالثة أفعال مالها؟ الرجلية. يعني خد عندك أنتوندق أنتوندي، التوندق ينتظر أتوندي، فوندق فوندي، بيردر بيردي، تينير تيني، كورير كوري، فواغ في، فالواغ فالي، فولواغ فولي، وهكذا. يبقى كده احنا عرفنا بعمل ايه. الخطوة التانية بعمل اسم المفعول. تمام يا شباب؟ يبقى الخطوة الاولى الفعل المساعد، الخطوة التانية اسم ايه؟ المفعول. طيب حد هقول الخطوة التالتة ايه يا ميسي؟ اقول له الخطوة التالتة حاجة سهلة جدا اللي هي يا شباب التبعية. يعني ايه التبعية؟ التبعية دي مع المساعد اتر بس، اسم المفعول المصرف مع المساعد اتر بزود له بعض الزيادات، مع المساعد اتر بس بزود له بعض ايه؟ الزيادات. يعني ايه؟ يعني لو الفعل مفرد مؤنث بزود ايه، لو جمع مؤنث بزود اي اس، لو جمع مذكر بزود اس. خلاص كده؟ يبقى مفرد مؤنث بزود او اللي هي اي، جمع مؤنث بزود او اس اللي هي اي اس، جمع مذكر بزود اس. تمام؟ هي دي بقى التبعيه. التبعيه دي مع المساعد ايه؟ مع المساعد اتغيامسي، مع المساعد ايه؟ اتغيامسي. يعني على سبيل المثال حضرتك ركز معايا في الامثله، انا بقول الي اي الي الا كامباني. خد بالك خد الي خد المساعد ات، وفيرب الي عملت اسم المفعول منه ازاي؟ حذفت ار وضفت اقصى. هل زودت اي زيادات؟ لا، لان الفعل مفرد مذكر. انما شوف اللي بعدها نهى اي الي، زودت اي في الاخر زياده ليه؟ عشان نهى مفرد ايه؟ مؤنث. طب شوف بقى اللي بعدها لما قلت الي اسامي، علي وسامي، سونتالي، خد بالك خد المساعد ات، بس لازم اكون حافظ اتر، اتر مع علي وسامي سو، وزودت اس عشان جمع مذكر. طب لو قلت نهى سميرة سو الي، زودت او اس عشان نهى وسميرة جمع ايه؟ مؤنث. يبقى دي اسمها يا شباب التوافق لكوغ او التبعيه. ايه هي؟ ان الافعال اللي بصرفها مع المساعد اتغ ببص على الفاعل، مفرد مؤنث ازود اي، جمع مؤنث اي اس، جمع مذكر اس، مفرد مذكر ما بزودش حاجه، بس ده مع ايه؟ مع المساعد اتغ بس، مع المساعد ايه؟ اتغ بس. طيب حد يقول لي يا مسيه طب مع المساعد افوار؟ لا، مع المساعد افوار دي حكايه تاني، مع المساعد افوار دي ايه؟ حكايه تاني. ايه يا ميسي مع المساعد افوار؟ ركزوا معايا. مع المساعد افوار هزود تبعيه بس في حاله واحده بس، ايه هي؟ لما يكون المفعول قبل الفاعل، المفعول قبل ايه؟ يبقى تاني مع المساعد اتغ في كل الاحوال فيه زيادات، انما مع المساعد افوار في شرط عشان يبقى فيه زياده. ايه هو يا محمد الشرط؟ ان لازم المفعول يسبق الفاعل، المفعول يسبق ايه؟ التبعيه هتبقى طبقا للمفعول. يعني انت مع المساعد اتك كانت التبعيه طبقا للفاعل، لا مع المساعد افور طبقا لايه؟ بس المفعول اللي قبل الفعل. يعني ايه؟ لو انا قلت انا اشتريت قميص يبقى كده مش هاخد تبعيه، انما لو انا قلت لك ها هو القميص الذي انا اشتريت كده هياخد ايه؟ تبعيه. القميص جه قبل الفعل اللي هو انا، والقميص مفرد مؤنث يبقى هزود ايه على اشتريت. وصلت؟ بس طيب عايزين نفهمها دي، هنفهمها ازاي؟ ركز معايا هنا في المثال ده، ركز معايا هنا. شايفين المثال كومبيا دي روما، كم روايه. شوف كلمه روما جت في الاول فوزا في اكري، شايفين كلمه اكري زودت اس ليه؟ برغم ان الفاعل زودت اس هنا. خد بالك انا ما زودتش اس عشان فو جمع، لا عشان كلمه روما اللي هي في الاول جمع، كلمه روما مالها؟ جمع. يبقى اذا مع المساعد افوار اسم المفعول بياخد تبعيه طبقا للمفعول، طبقا لايه؟ وليس للفاعل. طب نشوف المثال اللي بعده. لما انا اقول كومبيا دو، كم بيضه؟ اتي كاسي، انت كسرت. خد بالك كاسي زودت لها اس برغم ان الفاعل اللي هو تي مفرد. هتقول يا مستر مش انت قايل فعل مفرد ما بزودش حاجه؟ اقول لك لا، ما انا بزود هنا طبقا لكلمه البيض اللي جت في الاول، المفعول جمع مذكر فزودت اس. يبقى خلاصه القول يا شباب ان الفعل المصرف مع المساعد اتر بزود له زيادات طبقا للفاعل، انما الفعل المصرف مع المساعد افوار بزود له زيادات بس في حاله واحده بس،
لما المفعول يكون قبل الفاعل، وبزود الزيادات طبقا للمفعول. طيب الكلام النظري ده حاجة، وحضرتك لما نيجي نحل ده أهم شيء حاجة تانية. ممكن بقى كله يركز معايا في الحل عشان نفهم الكلام اللي احنا عمالين نقول فيه معايا يا شباب؟ طيب نفهم مع بعض لو سمحت. هنركز في هنا، نبدأ من الأولان اهو. بيقول لك ايه؟ إيه نو نقط بريباري لافت، نختار صم ولا افو ولا الو؟ اول حاجة هنا هيجيب لك اسم المفعول جاهز، هو عايزك تختار الفعل المساعد. طب لما يجي يقول لي اختار الفعل المساعد اللي هو اترا وافوار، هعمل ايه؟ اول حاجة لازم احفظ الافعال اللي بتاخد اتر والافعال اللي بتاخد ايه؟ افوار. فيرب بريباري تبع الافعال اللي بتاخد اتر؟ لا، مش تبع ال 14 فعل مشتقات، يبقى هياخد المساعد ايه؟ افوار. فين افوار هنا؟ اللي في النص، يبقى نوزافو. يبقى اذا لما يكون عايز الفعل المساعد احفظ الافعال اللي بتاخد المساعد اتر، اللي هي ال 14 فعل ومشتقاتهم بالاضافة للافعال اللي فيها سي. لو لقيت اي فعل من دول يبقى ياخد المساعد اتر، اي فعل غيرهم يبقى هياخد المساعد ايه؟ افوار. طب هنا بريباري منهم؟ لا مسيو، يبقى هياخد المساعد ايه؟ افوار، يبقى في النص. طيب نحل الجمله لو سمحتوا معايا، اللي هي رقم 2، جي نقط ان استواغ رومانتيك، اختار لير ولا لي ولا لي؟ هنا بقى جاب لك الفعل المساعد اللي هو افوار، اللي هو ايه؟ يبقى هنا عايز اسم المفعول، عايز اسم ايه؟ طب انهي واحد في الثلاثه دول، لير ولا ليغ ولا لي اسم المفعول؟ اقول لك هي لي الاولى. حضرتك هترجع بقى تحفظ لي الصفحه اللي خدناها قبل كده، اللي هي دي الصفحة دي حضرتك، هي بقى اللي فيها اسم المفعول. لازم تحفظ اسم المفعول بالذات من الافعال الشاذة. يبقى تاني، لاما يسألك عايز الفعل المساعد ساعتها تحفظ الافعال اللي بتاخد اترا وافوار، لاما يجيب لك الفعل المساعد جاهز وعايز اسم المفعول وساعتها تحفظ للافعال دي اسم المفعول منها، لاما يجيب لك بقى فعلين هما الاثنين واخدين المساعد اتر او المساعد افوار، طب الفيصل هيبقى لايه هنا؟ الفيصل هيبقى للتبعية اللي هي دي. وصلت كده؟ يبقى هما دول الثلاث خطوات أبنائي الأعزاء. نرجع للحل تاني، المثال رقم 3، مارتا أنوأت لاسال بوغ لافيت، أختار ديكوري ولا ديكوري ولا ديكوري؟ خد بالك جاب لك الفعل المساعد أفوار، يبقى اختار أنا واحد؟ الأخير. لا، اللي في النص. ليه ما اخترتش الأخيرة هنا عبد الرحمن؟ لأن الأخيرة فيها تبعية، وهنا المساعد أفوار ما بياخدش تبعية، الفعل اسم المفعول والمساعد أفوار ما بياخدش تبعية، غير لما يجي المفعول قبله، هنا مفيش مفعول قبله، يبقى هنا اختار إيه؟ اللي في النص. طيب يلا هنا معايا نمغو كاتغ رقم 4، بيقول لك إيغ متى، أنا لما شفت كلمة إيغ عرفت إن ده ماضي. طيب فين الفعل هنا؟ هو جيب لك الفعل المساعد اللي هو سي، ناقص اسم المفعول، اختار أنا واحدة؟ مش الفعل ده مصرف مع المساعد اتغ؟ نفس. خد بالك الفعل المؤنث، يبقى هاخد انهي واحده؟ اول واحده. ليه؟ عشان فيها اي زياده اللي هي التبعيه. يبقى لما تلاقي فعل مع المساعد اتغ لازم تدور على التبعيه، على التوافق اللي هي الحروف الزياده، الحروف ايه؟ زياده طبقا للفاعل. طيب رقم 5، ركز معايا، ايه النقط باسي تروا جوغ، هنا جايب لك اسم المفعول اللي هو باسي، عايزك تاخد الفعل ايه؟ المساعد. طب اخد فعل مساعد انا واحد؟ او ولا سو ولا فو؟ ركز لما تلاقي فعل باسي. ليه؟ لان احنا قلنا فعل باسي ليه معنيين، يقضي او ايه؟ او يمر. فعل باسي لو جيب معنى يقضي ياخد مساعد افوار، لو جيب معنى يمر ياخد المساعد اتغ. طب هنا جيب معنى ايه مسيه؟ جيب معنى يقضي. عرفتوا منين معنى يقضي؟ لانه بيقول لك انا قضيت ثلاثه ايام في الريف كامباني، يبقى ايه؟ يبقى انا واحده ياخد المساعد ياخد المساعد افوار، يبقى انا واحده؟ لا، اول واحده افوار. الاخيره دي يا شباب فيرب الي ملوش دعوه، يبقى اول ايه؟ واحده. نيجي بقى الرقم سي 6، اليكس انوات سي زامي الافيت، اليكس دعا اصدقائه، اختار انا واحده؟ اختار اول واحده اللي هي ام في تي. ليه ما خدتش في النص هنا؟ عشان خاطر ما فيش تبعيه مع المساعد افوار الا بشروط مش موجوده هنا. طيب رقم 7، ايه نقط اريفي اليغ، طبعا هنا عايز الفعل المساعد، هتبص على ايه يا محمد؟ على الفعل، على اسم المفعول اريفي، ده تبع الافعال اللي بتاخد المساعد اتر تبع ال 14 فعل، يبقى هياخد المساعد ايه؟ اتر. فين المساعد اتر هنا يا عبد الرحمن؟ اخر واحده، ما انت لازم تكون حافظ اتر مع ايل تاخد ايه اس تي اللي هي ايه. تمام. طب رقم ويت اللي هي ايه؟ اللي هي 8، اللي هي 8. نكمل مع بعض ابنائي الاعزاء. يبقى تاني لما تيجي تحل في البسيط كومبوزي اركز، هل هو عايز الفعل المساعد؟ لو هو عايز الفعل المساعد يبقى لازم اكون حافظ الافعال اللي بتاخد اتغ او ايه؟ او افوار. طب هل هو عايز اسم المفعول؟ يبقى لازم ساعتها اركز ابقى حافظ الحروف اللي بزودها اللي هي التبعيه الزياده، اللي هي مع المساعد اتر طبقا للفاعل، مع المساعد افوار طبقا للمفعول. طيب المثال رقم 8، بيقول لك هنا لو سمحت ركز معايا،
المثال رقم 8 تي ا نقط لوغاتو. تي ا نقط لوغاتو هو جيب لك الفعل المساعد افوار، يبقى هو عايز اسم ايه؟ المفعول. فين اسم المفعول هنا؟ اختار مي ولا مي ولا مي؟ طبعا انتوا لسه ما حفظتوش، لو تحفظ لي متغ اسم مفعول من متغ هو مي اللي هي في النص، ده اسم مفعول من متغ اللي هي معناها يضع او يرتدي. رقم 9 ايغ النقط صغتي، هو جيب لك فعل صغتي، صغتي ده اللي هو اسم مفعول من سورتير يخرج، تاخد المساعد اتغ، يبقى اختار انا واحده، اول واحده اللي هي سو. طب بعد كده المغوديس رقم 10 جي نقط، هو جايب لك اهو المساعد افوار، طب انا واحده دول اختار افوار اللي هي في النص اللي هي... ليه بقى؟ خد بالك افوار نفسها بتيجي في الماضي. هتقول لي ازاي يا مستر؟ ايوه لو عايز اقول امبارح لا قدر الله حصلت لي حادثه، امبارح كان عندي امتحانات، فيرب افوار، افوار اكزام، عندي امتحانات، افوار ان اكسيدون، حصلت لي حادثه. افوار ياخد المساعد افوار، ياخد المساعد ايه؟ واسم مفعول من افوار او اللي هي ايو. وصلت؟ يبقى افوار لما احطها في الماضي تاخد المساعد ايه؟ افوار، واسم مفعول منها او. خلاص كده يا شباب، يبقى اذا تاني كلام تاني، الباسي كومبوزي الماضي المركب هيسالني في حاجه من ثلاثه، يا اما يجيب لي اسم المفعول ويبقى عايز الفعل المساعد، ساعتها لازم احفظ الافعال اللي بتاخد ادغ او تاخد ايه؟ او تاخد افوار. طيب ايه تاني؟ ان هو يجيب لي الفعل المساعد ويبقى عايز اسم المفعول، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها ابقى واخد بالي ان الافعال اللي هي مع المساعد ادغ بتاخد زيادات طبقا للفاعل، واللي مع المساعد افوار بتاخد زيادات طبقا للمفعول اللي بيسبق ايه؟ الفاعل. يا اما بقى يجيب لي هو حضرتك اللي هي الافعال، يجيب لي الزمن كله على بعضه، يعني تلاقي كلمه اير افون تيير، ساعتها اختار الفعل بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني ادغ او افوار، هو ده الباسي كومبوزي، ولازم احفظ الكلمات الداله على الباسي كومبوزي اللي هو الماضي ايه؟ المركب. ايه هي؟ لما الاقي كلمه اير امبارح، افون تيير اول امبارح، كلمه ديغني، كلمه باسي، اعرف ان ده ماضي. طب انا عرفت ان ده ماضي، اعمل ايه؟ اختار الفعل اللي بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو ادغ او ايه؟ او افوار. يبقى لازم تكون حافظ لي اتر في المضارع، جي سوي تي الي الي نو سون فوزيت ال سون ال سون، لازم تكون حافظ افوار، لازم تكون حافظ افوار في المضارع اللي هو جي تي ا ال ا ال ا نو زافو فوزافي ال زون ال زون. واوعى تتلخبط وتختار فيرب اليكا فعل مساعد، لان اليكا فعل مساعد بيجي مع المساعد ايه؟ بيجي في زمن قصدي اللي هو الفيتير بروش. بالتوفيق أبنائي الأعزاء، وهنحل تدريبات كتيرة على الباسي كومبوزي، يا ريت تتابعونا على قناة ميس وهاب الضبع، خبير ومشرف اللغة الفرنسية للثانوية العامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.